مشاهدينا أهلا بيكم. سلسلة من هجمات الزلازل المستمرة والغير متوقفة في جميع أنحاء العالم، حتى أصبحت كلمة زلزال الكلمة الأكثر رعباً في العالم. واليوم بالفعل تم رصد هزات أرضية جديدة في دولة سوريا يسبقها عدد كبير من الهزات التي ضربت مناطق كثيرة. فاليوم رصد المركز الوطني للزلازل في سوريا 8 هزات أرضية تراوحت بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر خلال ال 24 ساعة الماضية. وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، فقد ذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم الساعة 7:58 دقيقة حسب التوقيت المحلي هزة أرضية ضعيفة بقدر 2.8 درجة ضربت شمال شرق الرقة ب 100 كيلو متر وعلى عمق 6.2 كيلو متر. كمان المركز ذكر أنه تم رصد 7 هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية تراوحت بين الضعيفة ومتوسطة القدر، وهي هزة شمال حماة بقدر 2.2 درجة وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية ب 63 كيلومتر بقدر 2.6 درجة على مقياس ريختر، أما الثانية شمال غرب اللاذقية ب 47 كيلومتر بقدر 1.7 درجة وأربع هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 درجة و4.1 درجة على مقياس ريختر. وأكد المركز أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كيلو متر. وكانت بالفعل ضربت عدد من الهزات الأرضية عدد كبير من المناطق حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وكان منها الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا بالقرب من جزر أوكلاند وكانت بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك حسبما أعلنت عنه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأوضحت وكالة المراقبة جيونيت نيوزيلندية أن مركز الزلزال كان 33 كيلومتر تحت سطح الأرض، كما ضرب زلزال عنيف أيضا جمهورية ميانمار. وأفادت مصادر صحفية أن هذا الزلزال كان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وكان قد أعلن أيضا المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل وقوع زلزال بمحافظة كيوزون بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وأشار إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومتر شمال شرقي بلدة إنفانتا وعلى عمق 5 كيلومتر. كمان لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية بسببه. كمان ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر المناطق القريبة من محافظة إيشيكاوا غربي اليابان، وقد وقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومتر قبالة سواحل إيشيكاوا غربي البلاد. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الزلزال، وليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. أيضا كانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الخميس الموافق 25 من شهر مايو الماضي عن وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل هاتاي. وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 23.81 من 100 كيلومتر تحت سطح الأرض. كمان وقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. وأيضا أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بمنطقة نورداجي في غازي عنتاب التركية. وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 4.54 من 100 كيلومتر تحت سطح الأرض. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه كارثة القرن، وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا أكثر من 50 ألف قتيل. على جانب آخر كان قد ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا. ووفقا لوكالة شينخاوا الصينية، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمال غرب منطقة كيبولان تيمبار وعلى عمق 221 كيلومتر تحت قاع البحر. وفي شهر فبراير وقع زلزال أيضا بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا وفقا لمركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسط.
كمان أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البحر الكاريبي قبالة الحدود البنمية الكولومبية دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. وأخيرا أضاف المركز الأمريكي حسب ما ذكرت قناة ABC الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 21 كيلومترات أي 25 ميلا شمال شرقي منطقة بويوتوا وأوبولديا في بنما وعلى عمق 10 كيلومترات أي 6 أميال. مازلنا أيضا نجهل متى تتوقف كل هذه الضربات، ولكن مستمرين في متابعتنا مع حضراتكم لكل ما هو جديد. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.